مرحبا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. كشف مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح عن أن حجم الدين الخارجي يصل إلى 20 مليار دولار أو أقل بقليل، وأن تسديده يمتد إلى عام 2028، مضيفا أن هناك ديونا أخرى ضمن دول نادي باريس وهي قبل تسعينيات القرن الماضي، ومبينا أن عدد الدول الدائنة هي 8 دول بقيمة تصل إلى 39 مليار دولار. أكد صالح أن الديون الخارجية على العراق البالغة 20 مليارا أغلبها جاءت بعد عام 2014، وأن الديون الداخلية هي البنك المركزي ومصرف الرافدين. قال عضو مجلس محافظة ديالى السابق كريم الجبوري إن خفض قيمة الدينار في الأشهر الأخيرة تسبب بضرر بالغ على أصحاب المقالع بسبب زيادة غير مسبوقة بأسعار المواد الاحتياطية للآلات الخاصة بإنتاج الحصو والرمل. وأضاف كريم الجبوري أن ذلك أدى إلى إغلاق 50% منها، خصوصا أن أسعار الرمل والحصى لم تزدد بشكل يسهم في احتواء الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الاحتياطية. وأضاف أن عشرات العاملين فقدوا فرص العمل في مقالع الحصى والرمل بعد إغلاق أبوابها مؤخرا، مؤكدا أن هذا الجانب يمثل نقطة نشاط مهمة لعدة مناطق تعتمد مباشرة على عمل المقالع في تأمين مصادر رزقها. في محاولة للسيطرة على فوضى ازدياد الأسعار، أقرت اللجنة الأمنية في محافظة واسط توصيات بمنع دخول الحنطة والشعير والعلاف ومنتجات الدواجن فضلاً عن الأسماك وخروجها. ويأتي هذا القرار بعد صعود أسعار المواد الغذائية المحلية والتلاعب بها من التجار، بالرغم من وفرة تلك المواد تحديداً في المحافظة وتغطيتها الحاجة المحلية. هذا ويزداد قلق المواطنين العراقيين من ازدياد أسعار المواد الغذائية باختلاف أنواعها في المحافظة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. أعلنت جمعية صناع الألبان ومنتجاتها المعبأة التركية أن العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية في عام 2021. وذكرت الجمعية أن صادرات الحليب ومنتجات الألبان التركية ازدادت بشكل غير مسبوق لتصل هذه الصادرات إلى 500 مليون دولار، مؤكدة أن العراق حل بالمرتبة الثانية من بين الدول المستوردة ب 60 مليون دولار ونصف مليون دولار بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الأولى. أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية يورو جاست أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكا وبلجيكا جمدت أصولا لبنانية بقيمة 130 مليون دولار بعد تحقيق في قضية تبييض أموال، مؤكدة مصادرة 5 عقارات. وأوضحت الوحدة أن التحقيق استهدف 5 من المشتبه بهم بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2021 و2022، بين عامي 2002 و2021. ولم تحدد وحدة التعاون القضائي الأوروبية لم تحدد هوية المشتبه بهم. هذه انتقل مشاهدينا سريعا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كانت هذه أما أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.